السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم أستاذ دكتور علاء السعيد، برحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة عن موقع رائع وممتاز من وجهة نظري طبعا، معمل افتراضي لكتابة القانون ورسم المسقط الزهري. رسم المسقط الزهري هو اللي قدام حضراتكم ده. الموقع ده هي أكثر من رائع. أحب أنوه أن الفيديو مش مدعوم من أي جهة، مفيش داعية سواء للموقع أو لأي جهة أخرى، لأن أنا بتصرف كأستاذ جامعي يهمه أن الطلبة اللي أنا بدرس لهم أو متابعين القناة أو زملائي يبقى عندهم أي حاجة up to date، يعني في حاجة بتساعد في التدريس، بتخلي التدريس أكثر متعة، أكثر فايدة، أكثر تفاعلية. أنا بعمل ده غير مدعوم، مش ترويج لمكان أو لموقع، لأن أنا مش مستفاد حاجة، خصوصا أن القناة عندي ليس بها أي إعلانات يعني. طيب نيجي نبص كده مع بعض. ده المسقط الزهري اللي احنا بنتكلم عليه، بيكون الشكل اهو ده اللي قدام حضراتكم، الكيو ار ده بتاع الموقع اللي احنا نخش عليه على طول، والشكل اللي قدامنا ده بيكون شكل المعمل الافتراضي اللي احنا هنشتغل فيه. طب نروح مع بعض. من داخل المعمل الافتراضي ده الشكل اللي قدام حضراتكم ده، اللي هو برضو فيه شرح مقدمة شرحناه في فيديو سابق. لابد قبل من استخدام الموقع الافتراضي نبقى عارفين يعني ايه مسقط زهري، الرموز المستخدمة وكل حاجة معناها ايه. وادي الكيو ار قدام حضراتكم، وده شكل المسقط الزهري بعد ما بنرسمه ونقدر نحطه داخل الباور بوينت والمنظر ده. طب دلوقتي يلا بينا نروح نطبق على طول عشان نكسب وقت. يلا بينا. ادي الصفحة بتاعتنا اهي، هنا الفلور دياجرام المسقط الزهري والشكل، وعيننا بنبص ازاي المسقط الزهري و الى اخره، وده كله شرحناه في فيديو سابق. بنيجي هنا عندي ثلاث لغات، الاسبانيه وكذا، احنا عندنا اللغه الانجليزيه دي اللي تهمنا اللي قدام حضراتكم دي. هنا اباوت يعني بيديني الموقع ده بيتكلم عن ايه، بيستخدم ايه، الطريقه اللي بيستخدمها، مدعوم منين، القسم قسم ايه، جامعه ايه الى اخره. يبقى ده الموقع اهو، بيديني الموقع تبع كليه ايه وجامعه ايه، يونيفرسيتي اوف كذا في المكان الفلاني الى اخره، وبيتكلمني عن المشروع وعن اللغات المستخدمه وهنا الى اخره. اهو بيديني الليتريتشر او المراجع اللي هو بيستخدمها، بيديني اللايسنس بتاعه الكلام ده ان هي بنقدر نستخدمها بس مش بشكل تجاري. اذا كنت عايز تدعم المكان ده بتدعمه ازاي، عن طريق دونيشن او حاجه، وطبعا ليس لي اي علاقه بهذا الموقع، بقول لك تبرع او متبرع ابدا اطلاقا، الموقع هو معمول للغرض التدريسي فقط. هنا في عندنا هيلب، الهيلب ده بيقول لك انت لازم تدرس كويس جدا الخطوه الاولانيه اللي هي مصطلحات الزهره. بيقول لي ان شكل المعمل الافتراضي ثلاث اجزاء، الجزء ده اللي هيبقى فيه البيانات اللي بندخلها، هنا الرسم هيظهر وهنا القانون الزهري، واعطيني بعض الملاحظات الصغيره وازاي اتعامل معاها في حاجات لما انا اقف عندها كده، ده معناها رابط لو ضغطت عليه هيديني مثال. نفس الكلام هنا بالشكل ده، وده هنطبق واحنا شغالين. نروح على الجنريتور على طول مره واحده، ادي الجنريتور اهو، ادي الجزء اللي فاضي هنا اللي هيترسم فيه، ادي مكان القانون الزهري، وادي البيانات اللي بندخلها بتتقسم للمحطات المختلفه بتاعه الزهره. عندي التيبلز، طبعا اول ما بيظهر لي علامه الاستفهام دي معناها بيفصل لي يعني ايه النمبر دي وبتتكتب ازاي، بيقول لي اذا كان اكتر من محيط بنفصلهم بعلامه زائد. هنا التبلات اذا كان واشكالها المختلفه بالمنظر ده، اذا كان بختار الشكل اللي انا عايزه عددها بحطه هنا، واذا كان في روتيشن التفاف، واذا كان في التحام اهو. نطبق على طول بدل ما نقعد نشرح، غير نشغل محيط محيط. لازم اضغط وابقى ضغط تحت هنا سبميت، اعطاني الثلاثه هم. طيب الشكل انا عايز اغيره شويه، عملته الشكل اللي فوق ده، يبقى ده الشكل بتاع التبله هيكون بالمنظر ده. في اشكال اخرى كثيره اهو، اقعد بقى جرب براحتك. انا هنا طبعا مش هجرب كل حاجه، لكن انا هختار ابسط الاشكال، وحضرتك ليك انك تختار الشكل اللي انت متماشي معاك في المرجع بتاعك. باكد المرجع اللي حضرتك هتشتغل منه او هتدرس منه او بتدرس منه حسب الجامعه او المؤسسه بتاعتك. فلنفرض ان هو اكتر من محيط، لو هم ملتحمين بضغط على الفيوزد هيدهم لي ملتحمين. طب مش ملتحمين هشيل ده واحط انهم 3 زائد 3، يبقى اذا محيطين بالمنظر ده كده اهو بالشكل ده. خلصنا من القانون الاول، فلنفرض ان هو مش ما عنديش زوات فلقه واحده فلقتين، سبلات 5 هنخليهم ملتحمين، هخليهم بالشكل ده، البتلات 5 اهو بالمنظر ده كده ما فيش فيهم التحام، ممكن ما في روتيشن هنشوفهم الاول من غير روتيشن، اهم الخمسه بالمنظر ده. طبعا طريقه الرسمه بالشكل ده والتخطيط والاسود والكلام ده حسب المرجع اللي انا شغال منه، حسب المرجع اللي هم هنا بيتيح شكلين او بالمنظر ده كده لما غيرت الطريقه بتاعه الرسم. طبعا ممكن تختلف حسب الجامعه اللي حضرتك موجود فيها، هو بس موجود غير ابيض واسود؟ لا حضرتك موجود ممكن كمان تعمل الكلام ده كله بالالوان. ف
فباجي بعمل السبلات اه باللون الاخضر، باجي اعمل البتلات هعملها باللون مثلا البرتقالي او الاحمر ايا كان، وبعمل سبميت فورم فبيغير لي الشكل هنا. يبقى كده عرفنا الكلام ده كله. طيب نيجي هنا في حاجات تانية. لو في براكت موجود تحت هنا نضغط كده، فين البراكت؟ اهو ظهر لي تحت. نيجي للمين اكسس اللي هو المفروض بيكون في الناحية الخلفية، اهو برسمه طلع لي بالشكل ده كده. طيب في حاجة تانية، هل انا عايز هنا القانون الزهري؟ هو القانون الزهري هنا عايز كمان الرسمة ده يبقى تحتيه القانون الزهري بتاعه. اقول له من فضلك لو سمحت، اهو بيظهر لي هنا اللي انا بكتبه. طبعا هنا بس ظهر بعض الحاجات لسه ما ظهرتش ما كتبتهاش. نروح هنا للاسديه. الاسديه فنفرض ان هم خمسه، ادي خمسه اهم، واقوم جاي ضارب بالشكل ده كده ظهر لي الخمسه، واقدر اختار شكل الاسديه زي ما انا عايز حسب شكل الاسديه اللي انا عايزه. اهو لو انا غيرت الشكل حضرتك طبعا بقى عيش حياتك في الموقع ده زي ما انت عايز. الاشكال دي بتختلف لو انا غيرت المرجع بتاعي اللي انا شغال منه طريقه الرسم، اهو هيبقى يرسم لي بالمنظر ده كده. خلاص. طيب الزهره لغايه كده هعمل لي انها مذكره ان مفيش فيها لسه جاينسيوم. الجاينسيوم فين؟ اهو عدد الكرابل بتاعتي هنقول ان هم خمسه اهو تمام موجودين. طب كمان طب مفيش فيه فين البويضات هنا؟ ما انا ما كتبتش البويضات، حكت في كل حجره بويضه واحده اهو بالشكل ده كده، وعملها لي اجزاي البلاسنتيشن. طب الوضع المشيمي برايتر، اهو يا سيدي برايتر اهو، وبقوم جاي عامل بالشكل ده كده، بس هنا خليهم لي ايه حجره واحده. طب ظهر لي حاجة تانية، لا أنا عايزهم هم عدة حجرات مش حجرة واحدة، أهو بالشكل ده كده، وأعمل سبميت بالمنظر ده كده، أهو عملهم لي، وهنا البويضة طالعة من على الجدار. طب عشان تبان لي لازم أبين أكتر من إيه بويضة، هنخليهم ثلاثة، أهو بالشكل ده كده، بالمنظر ده كده، برايتل. طب أنا عايزه أكزايل، أهو، ونخلي طبعًا عدد البويضات هنا قليلة شوية عشان تبقى الدنيا واضحة. طب شكل البويضة نفسه هنا متصلة هنا على طول البلاسينتا بتاعتها، ولا ليها اشكال تانية؟ اهو اختار وضع الزهره يعني وضع البويضه، متاسف، فبيديني الاوضاع المختلفه للبويضه بالشكل ده كده. طب فلنفرض ان انا عندي الاستيمز هنا خمسه، هم ايه؟ خمسه زائد خمسه اهو بالشكل ده كده. طب هل فيهم موديفيكيشنز؟ نقول والله في موديفيكيشنز، مثلا اولا عايز ارقمهم، لو انا عايز الترقيم بتاعهم اهو عملت الترقيم. طيب انا هنا عندي بقى المحيط الخارجي بالتبادل مع البتلات، فلنفرض ان هو لا ده في هو قصاد البتلات، المحيط الخارجي ده قصاد البتلات، فبعمل ايه؟ لو في روتيشن بعمل روتيشن، فلنفرض المحيط الخارجي هو فين الكورولا هنا، البتلات فين البتلات اهي في روتيشن، هنخلي الروتيشن اللي عندي هنا، فيبقى المحيط الخارجي قصاد مين؟ قصاد البتلات حسب هو بقى، فده في ايدينا ان احنا نعمل الكلام ده كله. طيب لو انا حذفت ده كده، هو هنا طلع لي هنا ملتحمين استامينال تيوب، ليه؟ لان انا عامل هنا ان هم ملتحمين. طب فرافض هم ملتحمين للمحيط اللي بره بالشكل ده البيرينس اهو، يبقى طالع كل محيط طالع. طب هنا هيبقى في مشكله، ايه المشكله اللي عندي؟ ان هنا الاستيمن ده ما ينفعش يبقى طالع في فراغ كده بالمنظر ده، بس اعمل ايه في الكورولا؟ هعملها فيوزد، يبقى وضع من طالع من موضع التحام بالشكل ده كده، يعني اقدر اتحكم زي ما انا عايز الحاجه اللي موجوده عندي. طب فلنفرض ان انا عندي مفيش التحام، وعدد الازديه كانوا هنا حطيتهم 10 بالشكل ده، خلاص ومفيش اي التحام خالص، اهو شلت الالتحام بالمنظر ده كده، اهو مش ملتحمين. طب انا عندي عاملين استامينال تيوب فيوزد، لو انا عملت كده استامينال تيوب اهو عملت سبميت اهو. طب بس انا عندي ساعات بعض الازهار واحد والتسعه منفصلين، هنا بقى بقوم جاي عامل الموديفيكيشن بتاعت الفيوجن، بختار رقم واحد واعمل كوما واعمل رقم 10 واعمل انتر، يبقى من 2 لغايه 10 ملتحمين، وده لوحده اللي هي 1 زائد 9 يعني، وهكذا. كده انا خلصت القانون زي. طب هنا في حاجه انا سبتها اللي هي النكترز، فلنفرض ان في رحيق، الرحيق لو انا وقفت هنا بيقول لازم تدخل 5 ارقام، خلاص اللي هو اهو 5 ارقام اللي هم مين؟ اهو انا وقفت عند الرحيق تاني بيقول لي عددهم، الروتيشن اذا كان موجود، الريديوس بتاعهم كام الى اخره، واعطاني الخمس ارقام اللي موجودين قدام حضرتك اللي هم 5 0 عددهم 5 روتيشن 0 الريديوس بتاعهم 108، وبعدين في عندي الدايمنشن الاولاني والثاني 7 و10. طب لو دخلنا نفس الارقام دي ندخل هنا مع بعض، ادي الخمسة سلاش 0 سلاش كان كام 108 سلاش، وبعدين عطى 7 سلاش مش فاكر انا كام 8 تقريبا اهو بالمنظر ده كده، اهو عملهم لي اهم بالمنظر ده فوق طالعين عند الاستيمنز هنا الى اخره بقى، يعني ادي النكتز او الغدد الرحيق، اقدر اكبر او اصغر. لو الريديوس ده انا عملته مثلا ايه 30، وعملت اللي في الاخر ده عملته مثلا 15،
نشوف الحكاية هتبقى ايه. بص بقى كبيرة ازاي بالمنظر ده كده. خلاص طيب انا هنا اهو بيقول لي الرقم التاني اللي هو بتاع الروتيشن، لو في روتيشن موجود عندي هعمله مثلا ايه، اخليه 45 يعني طلع مثلا من علامة اللات ولا حاجة. طب هم كبار قوي كده، الريديوس ده ممكن اخليه 50 نشوف هيبقى الوضع عامل ازاي. خلاهم لي هنا، يبقى اذا الرقم التالت ده بيطلعه لبره او لجوه حسب. لو انا عايز هنا طب هنخلي ده 150 بالمنظر ده، احطهم لي هنا. طب نخليه ايه 120 بس بالشكل ده، ونخلي الريديوس هنا نقلله شويه نخليه 15. خلاص اهو بالمنظر ده، يبقى بقدر اتحكم في كل شيء انا عايزه من خلال ايه الحاجات اللي موجوده عندي هنا. تمام كده. طب تعالى نشوف بقى ايه الهلب، بس هشوفها في صفحه تانية، هروح كده عشان احتفظ بالرسم ده زي ما هو. هنا بيقول لي مثلا هنا بعض الـ 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 الاستثناءات او طريقه الكتابه اهو. لو انا ضغطت كده هو عطيني مثال. هنا بيقول لي ايه، بيقول لي رقم واحد. طب نقرا الكلام ده تاني اهو، نقرا الكلام ده تاني. بيقول لي ايه اكزامبل اللي مكتوب عند حضراتكم ده، وهكبر الشاشه. بيقول لي التركيبه دي من واحد لاثنين، بيقول لي الارقام دي او طريقه الكتابه دي ديليت ذا فيرست تو ستيمنز، يعني عملت واحد وشرطه اثنين يبقى اول اثنين محذوفين مش موجودين، الثالث هيبقى ستامينويد. تمام. طب رقم اربعه ليه شكل مختلف اللي هو دي شيب. الفيفث بقى لوست هيبقى بشكل نجمه، يعني رقم مش عارف 6 استامينويد اوف كونكريت شيب، يعني استامينويد بس ليه شكل واضح محدد. رقم 7 استامينويد نكتري، يعني تحول الى غده رحيق. الثامن روتيتد بالشكل ده. طب لو انا ضغطت هنا عشان اشوف الرسم اللي هو عطاهوني، اقدر اعدل، اقدر اعدل. طب فنفرض ان هم كانوا 10 اهو، عملت 10 زود لي واحد. طب انا عملت بقول رقمهم لي لو سمحت اهو بالشكل ده، رقمهم لي اهو سبميت فورم اهو رقمهم لي. طب لو انا عايز بس واحد خلاص هو بس اللي لوست، هشيل دي اهو بالمنظر ده، اتنين ظهر لي. طب فنفرض اتنين خلاص هو اللي شكله مختلف مدور كده او شكله مختلف اهو رقم اتنين، ثلاثة يرجع الشكل الطبيعي بتاعه. طب فنفرض هنا اربعة هو عامله بالمنظر ده، رقم خمسة، خمسة وستة خلاص اهو بالمنظر ده كده. فلنفرض بدل 7 ده اللي هو بالشكل ده، اولا عشان اشوف ارقامهم انا بتعامل مع مين هضغط كده واروح سبميت فورم، فلازم تشتغلوا. رقم 6 ده هو اللي بالمنظر ده، فلنفرض ان هو اللي بالمنظر ده الاستامينويد بالشكل ده هنخليه رقم 1، ودخلت انتر 1 هو اللي بالمنظر ده، و6 راجع للشكل الطبيعي تاني. طب 5 اتش يعني ايه شكل الستار كده، فلنفرض ان هو كمان انا عندي هنا 6 بالمنظر ده 6 اتش، وهعمل الكوما واقول له انتر اهو، بقول الاثنين لوست بالمنظر ده كده خلاص الى اخره. يبقى اقدر بغير زي ما انا عايز. طب في مثال تاني، نرجع للهلب مره تانية نشوف الامثله المختلفه اهو عشان نشتغل عليها. هنا مثلا عطيني فين فين فين، هنا اهو بالمنظر ده. بصوا طريقه الكتابه هنا، هنا عطيني 5 هنا 5 هنا 5 خلاص. امال ايه بقى هنا اللي مختلف؟ بص كده معانا الفيوز ديكاربل اهي، لو انا عايزهم منفصلين هيبقوا من هنا، اقدر اعدل، اقدر اعدل زي ما انا عايز، فعطوهم لي بالشكل ده كده. طيب ده هنا في موضع الالتحام اللي هو الستيمنز اهم تو بيريانس، يعني التحام ده. طب لو هم عاملين ستامنال تيوب بختار هنا واروح اضغط هنا اهو، عمل لي ستامنال تيوب زي بعض العائلات وهكذا. طب الهلب فيها حاجه ثانيه، نبص كده اهو، هرجع للمنظر ده كده، اعطيني مثال اخر هنا. ايه الرسمه دي هنا؟ بصوا بس نروح للشكل هنا، لو انا عايز اقول القانون الزهري عشان يبقى مكتوب قدامي اهو سبميت. بصوا القانون الزهري هنا، الكاس 5 اللي بره دول، طب والبتلات 5 اللي هم الاسود باللون الاسود، طيب عددهم 5 وملتحمين في التحام جميل. طب ليه بقى ما قالش هنا ما حط الخمسه دول منفصلين اللي هم الاسديه مش ملتحمين، لكن ملتحمين مع محيط اخر؟ يبقى اذا كان الالتحام من نفس النوع، يعني البتلات ملتحمين مع بعض، بحط القسم على الرقم. طب لو كان محيط بمحيط اخر يبقى احطهم بتوين براكتس بالشكل ده كده. طبعا هنا اللي هنا معناها الزهره السفليه، يبقى المبيض علوي، الخط محطوط هنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. يعني هنا ده لو انا شلت ده كده اهو، شلت الخط ده كده وقعدت الرسم مره ثانيه، اقول له سبميت فورمولا، بس انا شلت دي اهو واقول له سبميت فورمولا بالمنظر ده. بس هنا طبعا لان هو هنا قايل ايه سوبيريور،
لازم طبعا اغير هنا واقوم جاي قايل بالمنظر ده كده. المفروض صمت فورمولا هاف ام فاليو. اعيد الاختيار مره ثانيه صمت اهو. اعطوني الخط فين؟ في النص. طبعا لو انا خدت بقى الاختيار الثاني ده اللي هو طريقه الكتابه الثانيه وعملت سبميت اهو، عمل لي الشرطه موجوده هنا يا قبل الرقم يا اما قبل الجي الى اخره. طبعا هنا عملها لي كمان بالرمز اللي موجود هنا. طبعا هنا بقى مش محتاج اعمل الخط ده، بشيل واقول له سبميت فورمولا اهو، واعمل لي كده واعمله لي هاف انفيريور بالمنظر ده بالشكل ده كده اهو. فبيديني هنا في القانون الذهبي بكتب بالمنظر ده واعطيني الرمز ده هنا وهكذا. طب خلصت بعمل، لو انا عايز الوان خلاص بنضغط بالالوان زي ما احنا اتفقنا، ونرجع للصوره اللي احنا كنا مجهزينها الملونه اهي. عايزها تنزل بعمل داونلود بتنزل لي الصوره اهي، بس بتنزل لي في شكل اس في جي خلاص، اللي هي الخلفيه بتاعتها شفافه. اقدر احولها اونلاين باي شكل تاني، واقوم جاي رايح للباوربوينت عشان تنزل لي بالمنظر ده واقدر اتعامل معاه. بتنزل لي معاها القانون الذهبي بتاعها. طبعا لغايه كده بنكون احنا مع بعضينا اتعلمنا واتدربنا، بقول مع بعضينا لان انا لوحدي ما اقدرش اعمل حاجه، لازم حضراتكم وانت بتشتغل معايا توقف الفيديو وتجرب خطوه خطوه. طبعا الشرح ده كان شرح سريع ومبسط وبسيط. المكان فيه الموقع والمعمل الافتراضي فيه امكانيات كثيره. حضرتك اهم خطوه اللي هي الهلب المساعده دي، حضرتك لازم تقراها تدريجيا، ولما تيجي تطبق طبق على محيط محيط، ما تحاولش ترسم من الاول مسقط زهري كامل. روح على التبلات وجرب كل الاختيارات بطريقه مختلفه، وتكتب جنب منك ملاحظات عشان بتتنسى، انا شخصيا ممكن انساها. بعد كده روح للسبلات والبتلات، دخلهم كلاس وخد كل الالتحام وخد كذا وخد الانفصال وخد الالتفاف وخد مش عارف ايه، وتكتب ملاحظاتك. روح للمحيط الاندريسي من بعد كده وهكذا، يعني تاخد محيط محيط، تقعد تجرب كل اختياراته وتكتب ملاحظاتك جنب منك عشان تطلع بافضل النتائج. إن كنت وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد قصير بسيط ممتع من فيديوهات تبسيط العلوم. أعتقد حيكون الفيديو القادم لو لي عمره من أهل الدنيا عن البلاستيشن أو الأوضاع المشيمية داخل المبيض في الزهرة. أترككم في رعاية الله وأمان، وأسألكم الدعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.